رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكيو على مسلسل قضية هلال الشابة والجامعة التونسية لكرة القدم. مازال متواصل البارح كان بلاغ من هلال الشابة، كسب فيه قضية جديدة ضد الجامعة التونسية لكرة القدم متعلقة بمصاريف التقاضي الخاصة بالتدوينات الفيسبوكية. التأس أكيد حكمت الهلال الشابة وحكمت ضد الجامعة بتعويض مالي للفريق. أكيد باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الموضوع هذا من عند السيد توفيق المكشر رئيس الهلال. توفيق أهلا بك. اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين اللي معك. كل شيء اكيد استوفيق مازلت متواصله القضيه، كنتوا البارح حبطتوا بلاغ اكدتوا فيه انكم كسبتوا قضيه جديده ضد الجامعه التونسيه. ساعه قداش المصاريف نتاع التقاضي في القضيه هذه؟ والله المصاريف التقاضي القضيه الاولانيه هذه نتاع ثلاثه تدوينات بدات بها الجامعه هي 30 فرنس سويس، معناها قرابة 100 مليون. هذوما بيان سور خاطر احنا ما ندفعوا 50% والفيدراسيون تدفع 50%، والفيدراسيون ما حبش تدفع الاول، كفلنا بهم احنا الكل. وتوا التاس معنا بعثت لنا البارح على اساس باش الجامعه يترجع المصاريف الكل على كاهل الجامعه التونسيه لكرة القدم، معنا الفيدراسيون فما جزء مش ترجحوا لنا التاس خاطر زايد والباقي مش ترجعوا الفيدراسيون. وظهر لي حددتوا لهم موعد معناها باش تاخذوا فلوسكم هكا حسب اللوائح نتاع التاس والا كيفاش بالضبط؟ التاس طلبت منهم باش يسببوا لنا الفلوس وبودا موا في ظرف شهر، خاطر عندنا من 30 يوم من تاريخ البارح. بطبيعة الحال خاطر ما تعرف التاس ديما تعطيك الحكم وتعطيك الدولي قداش، عطاتنا شهر باش يسبوا الفلوس. نتصور اليوم ما عندهمش مشكلة نتاع فلوس تو يسبوا لا محالة، هذا اعتقادي. زادت عندنا قضية ثانية زادة نتاع هذيك الشهيرة الكبيرة نتاع كيفتي نستناو في المصاريف نتاعها، نتصور من هنا دو تروا سمان زادة جينا كيف كيف وفي أكثر شوية مصاريف. وعندنا قضية نتاع المحامين هذيك باش يقوموا بقضية أخرى خاصة أبار، وباش نحاولوا نرجعوا في المصاريف نتاعنا. احنا ما تعرف تاعنا برشا فلوس، انا صرحنا في عديد من المقابر قلنا روح دفعنا بيسك للتاس 600 مليون. اليوم احنا ربحنا القضايا نتاعنا، استفدت من الجامعه هذوما اللي جبت كافل بهم ترجعهم. انا ابسط الامور هذه ما نحكيوش على الخسائر الاخرى، نحكيو هذه المصاريف اللي دفعناها ما احنا اون ديفيز وخرجنا من برا دون المصاريف اللي خرجت من الفيدراسيون بيان سور. اكيد كنتوا حتى في البلاغ هبطتوا معنا بخصوص الموضوع هذا، قدرتوا بالضرر المعنوي خاصه والمادي قدرتوه بقداش ولا ما زلتوا؟ لا هذيك تحكي على القضيه نتاع لي دوماجي انتيري، هذيك الحاله قدرنا عطينا الخبراء قاعده تخدم هذا مقدره توا حاليا عن طريق الخبراء هنا بيان سور مليارات، هذيك مش واحده. وهذه مصاريف احنا صرفناها، احنا عندنا ملاعبيه لا غالب، عندنا ملاعبيه احنا مشاو خرجوا لبرا خذاو حكم طلب من الفيفا وعن طريق الفيدراسيون تعرف بريسك 500 مليون، وعندنا مصاريف تاع انفيدور وملاعبيه ودينا الكل مش كافل بيه الجامعه. ومش تسبب القضيه نتاعنا قريبه خاطر يوم كور عندي المحامين، عندي هيئه الدفاع هي اللي هي الملف هذاك الكل. وبطبيعه الحال احنا عارفينها من نهار الاول صرحنا قلنا القضيه نتاعنا ما عندناش فيها اشكال، حبينا تكون معناها عن طريق الهوني لجنه تحكيميه، خاطر حكيت انا مره مع الكوميسير وكونت نتاعهم وحتى مع عضو الاثنين من المكتب الجامعي وقالوا معناها اون بو افونسي هوني باش نعملوا في هيئه تحكيم معناها محلية. المكتب الجامعي كيقول المكتب الجامعي بس في وديع ما حبش، بدات يحب يربح وقت بدات الله اعلم بيش يحب، توا مش مشكلة توا كان فما القضاء ما بيناتنا، احنا رابحين القضايا نتاعنا والباقي كل يتبع راه ما فيناش حتى مشكلة، بدات حكاية وقت مي بالنسبة للقضايا نتاعنا احنا مرتاحين وعارفين رابحين ما عندناش حتى اشكال. قلت لي مليارات المبالغ؟ بطبيعة الحال مليارات، احنا معناها فيها تعويض على الخسائر نتاعنا وفيها تعويض معنوي وفيها هذيك الكل، فما خبراء راهو مش انا ولا ودي علاش احنا حابين تكون عن طريق التحكيم. انا نجم كيما في وقت التاس مش تدفعوا نحن برشا فلوس، كانت نجم يتفصل للموضوع هوني وكو انت اليوم عندك خذيت قرار نتاعك طلع باطل معناها ابلوتو التاس ينجر عنده صار الكل يلزمك انت تدفعوا. اذا كان جات الدنيا راهو وحده قال يجي نلقاو حل سوليسيون هنا ونخلصوا الفلوس هذه. بون راني قلت لك حكيت وقت واحد الله اعلم شو يخمم هو، كل حد وتفكيره لمرحله. ومثال احنا نستنى ونحن ما تنساش عندنا العقوبه نتاعنا احنا قبل ما تبدا الشامبيونات اعطيناهم 40000 دينار، احنا اعطيناهم شيك 40000 دينار لوندوما سابوه معناها من غدا الصباح سابوه شيك معناتها تشوف اليوم احنا نحبوا من الجامعه فلوس راهو لازم الناس تعرف معناش احنا اليوم الجامعه عاتيه فلوس الناس كله شيكات ودنيا، مي احنا رانا نحبوا اليوم من الجامعه فلوس عندنا فلوس عندها ما زلنا ناخذينهمش ان شاء الله تكون امكانياتنا متوفره ويخلصونا على الاقل. ما نعرفش صار تواصل بيناتكم بخصوص الاخلاص ولا؟
لا لا احنا راه ما فماش تواصل، احنا كل شيء راه كل شيء باللي كورسبوندونس، وهما حتى اللي كورسبوندونس بتاعنا ما ياخذوهمش معنا، الكورسبوندونس بتاعنا ما ياخذوهمش معنا بالحق، حتى كي تبعت بعض ما نفرض ما ياخذوش. احنا تو انا اليوم عندي عقوبه نستنى فيها اكل صدرتها المكتب الاستئناف، عنده بريتر تو 3 سمان ولا 2 سمان، بعثنا لمارتين والثلاثه باش على اساس باش يعطيونا القرار، ما حبوش معناتها ما فماش تواصل. باش نقول لك مكتب الجامعه اليوم ما فما تواصل، ما فماش مكتب تواصل، ما فما حد شيء يا ريان، فماش. باهي، قلت يتحضروا في ملف، وقتاش ان شاء الله باش يكون الايداع ان شاء الله نتاع القضيه؟ لا في الايامات القادمه معناتها حاضر، تو لي زيكسبير كملت الدنيا كله، ورسمنا الفيفا بيان سور باش يكون خدمة، تعرف الهيكل معناها الرياضي هو اللي هنا تو الانترناسيونالي فيفا، رسمنا الفيفا والمحامين قاعده تخدم على رواحها. احنا مش اليوم بدينا بناء من نهار اللي ربحنا القضيه نتاعنا، معناها مش ساهل، فهمت معناتها كل شيء دوات تيتر جيستيفي، وكل شيء يبدا من رجل، ما ندخلوش في قضيه خاصه. احنا كان دخلنا في قضيه لازم يعرف كون احنا رابحين، بحول الله فيهاش شك معناها عندكم أمل كبير باش تربحوا المليارات اللي قلت عليهم هذا. انا مش حكايه امل، احنا مش مش حكايه امل، احنا مش عايشين بالامل، احنا اليوم عايشين بالقانون وعايشين بقرارات اليوم تلغات مساس، معناتها شنو ما مش حكايه امل. هما يعرفوا يعني حتى مكتب الجامعه يا اخي تبارك الله اليوم عنده برشا محامين، ويعرفوا كونه احنا بطبيعه الحال باش نسترجعوا فلوسنا، ما شنو سامحني اليوم اخي الفيدراسيون نفسها، واش نحكيوا احنا على الوزاره، ولا نحكيوا على البلديه، ولا نحكيوا على الولايه، ولا نحكيوا على السبونسور. اليوم الجمعيه بتاتر العام اللي فات كلف لها 3 ولا 4 مليار دويت دافعين، مش كنت صح هي نفسها في دراسه العادات الجمعيات بتاع تونس، كل حد من الجمعيات في الناسيونال ما تعطي 150 مليون حتى للشابه ما تعطيش، ولا الوزاره 400 مليون ما تعطيش حتى حد فلوس. احنا حتى اليوم عارف شكون هذوما، مش تكفلهم بالكش، مش تكفلهم انا، مش تكفلهم نفسي ولا حد، انا حتى الاسبونسور مطلبنا حتى مشقة، احنا مش معقول الجمعيه مجمده واحنا نشربوا مع عند الناس. في حدود قداش مليار سي توفيق المبلغ؟ الله يطول، خرجت عن طريق ليزيكسبير بون بيتيتر دون لي 8 مليون دو دينار 8، وفما زاد كيف كيف فما دون لي باش يطلبوا ضرر معنوي قرب 10 مليار دولار، احنا ما قلنا 18. 18 واضح. باهي، في المقابل قلت لي ما فماش كومينيكاسيون بيناتكم، هبطتوا بلاغ جديد اليوم، ظهر لي واجهتوا لهم دعوه لحضور الجلسه العامه الانتخابيه للفريق نهار السبت. جديه الدعوه هذه ولا شنو هي بالضبط؟ لا جدية، لا احنا كل حاجة في وقتها، لو احنا نكونوا متخاصمين ومتعارفين وتوسكو في مي، احنا بطبيعة الحال فما هيك هي فما الجامعة، احنا هنا قدمنا دعوة اليوم لسي وديع ودعوة لسي محمد العربي ومرحبا به معنا. احنا الجلسة العامة بتاعنا راهي في الشابة، والدعوة موجهة لكم انتم وجميع وسائل الإعلام، لو وقفت مع الشابة ولا ما وقفتش مع الشابة، وكل شخص احنا راهي الجلسة العامة بتاعنا ليه بي سبيسيال، لا عندنا ناس منخرطين ولا عندنا ناس تجيب، مفتوح للناس الكل ومرحبا بالناس الكل، وبالعكس ينجم يجي الشابة ونفرحوا بيه احنا في الشابة، وكونترير عليش يا اخي كان الدنيا دنيا، راه هو في كل جلسة عامة موجود ويحضر، وكما موجود بحذانا السيد الجويري وكما موجود عديد المسؤولين رئيس الجامعة يجي ونفرحوا بيه، معناها بي على ضمانتي انا مرحبا بيه في الشابة ما فما حتى مشكلة. علاش نفدكوا احنا بعثنا له تتوقع دعوة باش يلبي الدعوة معناها؟ دي بون الكيزا ماتوا سي وادي الله اعلم، ما فيهم انا ما طلبتوش، انا بعثت الدعوة ما زلت ما ارسلتوش ومانيش مش نطلبه، والدعوة مفتوحة حتى للمكتب الجامعي كل مرحبا بهم، هما ما عملوا جلسة عامة هنا يلونتو فيه باش انا ما نكونش حاضر، انا يعني استدعيتهم اخويا مرحبا، الرياضة اخلاقنا ولا تكون، احنا بالعكس كل حاجة في وقتها. به وشنو هي اخر التحضيرات للجلسة العامة الانتخابية؟ والله التحضيرات حاضر، جلسة احنا وخرناها برشا مرات خاطر كانت بريفي في الشهر اللي فات، بعدين فما حكاية الكوبارا بذيا بطبيعة الحال ما نجموش احنا نعملوا وقت الكوبارا، كانت سي بريفي 18 وكل. توا بما ان الشامبيونا واقف هاوك عملنا، خاطر ما تنساش عملنا معنا جلسه تقييميه، احنا الجلسه هذه راهي تشمل 3 مواسم بس، احنا ما نجموش نعملوا جلسه لا تقييميه ولا جلسه انتخابيه ولا نجموا نقدموا حتى شيء، معناها قاعدة الامور الجمعيه كيف مسيبه، توا حبينا نسكروا الامور هكا باش الناس كلها تعرف شنو واش عندنا، واش عندنا مصاريف، واش عندنا امورنا، وشنو هو برنامجنا، وشغل هيئه جديده، وكل معناتها هذا كله معناتها سي تان تو اون برانسيب، مي الجلسه نتاعنا راهي جلسة نجم تكون منها أكثر من جلسة انتخابية وجلسة منها تقييمية وكل، راهي جلسة نتاع الشابة، نحن معروفة الجلسة العامة بتاعنا اللي شفتها في عام التالي والتسجيل التالي، راهي ماهيش مفتوحة كان للناس المنخرطين ولا الناس اللي تجي ولا وما عندناش كونكيون، بالعكس الناس كل اللي يحضر يجي احنا غادي. خلينا نستغل الفرصة وجودك معنا سي توفيق، الميركاتو سينو فما جديد في الهلال؟ والله الوقت الحاضر تو ما فما حد شيء، ما فماش يا اخي الماركات، واخا فما عندنا لاعبين في تونس احنا تو
لو انت كنت في البر اكبر كلا كنت انت في قطر قديش وشفت كل اخي نزل عالم لعبيه نحن فيه ما سمعتش عالم لعبيه نحن عندنا تو بطوله واقفه 3 سنين بالنسبه للجير ما ثماش ملاعبيه ثم 10 ولا 15 ملاعبي حتى الجمعيه المستهيب لك ملاعبيه من هناك اللي هم ما حسوا مش بين قاعدين يدوروا ومن برا معناتها احنا انا نحضروا في حتى كي يجيك الجزيريه نحن نحضروا فيه في الحال الجزائر والله اعلم معناتها لا فيريتي نقول لك اليوم الشامبيون في تونس معناها الله يقدر خير خاطر 60 معناها ماناش عارفينها كيفاش اليوم اش بيك اليوم عندنا 3 سنين اللي جون نتاعنا مشاو فماش اليوم جماعه الجينيور وجماعه الاسبوار ما عادش موجودين منين الماركات ومنين باش تاخذ ملاعبيه صحيح منين باش تاخذ باش تعطي انت باش تعطي شانس ملاعبيه صغار وانت الشامبيون بتاعك مربوط على 7 ماتشات معقول انت 7 ماتشات في الريتور معناها مش تحلف فيهم 4 جمعيات اربع جمعيات ومش تحط حتى مش تحط سيستم دو فار مش تحطه على بلاي اوف وانت نورمالمون كان الدنيا تحط مع جماعه بلاي اوف تخلي لا لا في اعتقادي مش ياخذوا الفار انا في اعتقادي هكا للبلاي اوف للبلاي اوف لا لا انا في اعتقادي لا بالعكس باش ياخذوا وصح وتفاهموا مي انت الفار مش المشكله في السنه الفار انت عندك عام جاي فار ولا ما عندكش انت ما حتى توك من تجيب الفار السنه وبعتي لي عام جاي كيفاش تعمل انت مش تعمل فار بلاي اوف 3 ماتشات يعمل بلاي اوت صح وبلاي اوت 4 جمعيات مش يهربوا معناه باش يتيحوا منهم اثنين واثنين اخرين مش يتيحوا قبل تو تشوف ما في روسيا جمعيات باش يصير فيهم جروب تو تشوف شو يصير انت بالنسبه للفاز دي روتور هذايا تو ترى مش فار كي تجيب لهم فار وتجيب لهم معاهم حنار لو تشوف شنو اللي يصير معناتها سي معناتها فما ناس مازالت مو شويه بتاتر احنا قبل كنت تيح جمعيه ولا جمعيه شوف شوف السنه مش تيح لك 4 جمعيات راه صحيح كاتر كيب على 14 ماتش وبعد تخلي فما جمعيات من مارس من افريل ياخذوا مصيفين معناها نورمال موراي 4000 بلاي اوف 4000 بلاي اوت ربي يقدر الخير وكا كيفاش خموا اي انت عقصيت هذه قصه عارف انا كيفاش خموها وكيفاش عملوها ميرا والتفكير غلط وقبل المراجعة لازم يتراجع هذاك دو تيرجونس خاطر سانا با سونس الشامبيونا كان مش تكمل بالطريقة هذه وحد ما عرفته حتى الريبريز مش عارفينها هاك الناس واقفة الناس تعمل والماركاتو قاعد تشوف انت في الجمعيات قاعد تاخذ ملاعبين ما تمش ملاعبين اليوم عندنا مشكلة كبيرة ياسر كارثة في الملاعبين اليوم ما عندناش راهو لازم تعرف الناس الكل ما فماش ملاعبين وما لقيناش ملاعبين نحن توا انا نفركسوا في زوز ملاعبين باش نجيبوا ملاعبين شنو مو باش يعطيوا اضافة ولا مش بالضبط يعطيك الصحة شكرا لك توفيق على دخلك معنا بالتوفيق ان شاء الله الهلال الشابة في بقية الموسم مازال ما وفيش ان شاء الله وايضا في الجلسة العامة الانتخابية للفريق السبت الجاي هكا نكملوا في البلاي اليوم شكرا لسجويني في الاخراج تقوى المديوني في الاخراج الرقمي اجمل تحيات اسلام المد